صباح الفل والخير على حضراتكم مره ثانيه، واول فقره حواريه معانا النهارده في اول الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، وهنتكلم عن التغذيه لان ده ملف مهم جدا، واكيد ان احنا قناه رياضيه ونتكلم دايما عن الصحه وقد ايه بني ادم ممكن ان هو يمارس رياضه، فمهم جدا ان الصحه كمان تكون كويسه وتكون كده في يعني طرق معينه برضو الواحد بيتبعها ان هو من خلالها يقدر ان هو ينشط جسمه، ياكل اكل سليم، ياكل اكل مناعته كمان تزيد من خلاله. فخلينا نعرف كل ده، وبما ان انا ذكرت بقى مناعه تحديدا خليني اقول لحضراتكم برضو عايزين نستفيد من ضيفتنا ونسالها عن اللي بيخرج من كوفيد 19 والفتره اللي هي بتبقى يعني فيها حجر والكلام ده، في ناس بتزيد وفي ناس بتخس، ده راجع لايه؟ خلينا نرحب على كل حال بدكتور ايهام صفت اخصائيه التغذيه العلاجيه اللي منورانا النهارده. صباح الفل. صباح الفل واحمر واهلي او هو لازم لازم اشجع. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. ما تيجي نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها نهاوند مبدئيا، وبعد كده ندخل بقى بقية تفاصيل الدايت والنظام الغذائي السليم المطلوب لكل واحد فينا بغض النظر اذا كان رياضي او مش رياضي. اوكي. الكوفيد طبعا في ابحاث كتير قوي عن بيعمل ايه في الجسم او النزول في الوزن او زياده الوزن. الطبيعي ان انا وقت الكوفيد بكون باكل اكل صحي ومحافظه على نفسي اكتر من اي وقت تاني، يعني ما ينفعش اكل مقليات، ما ينفعش ان انا اكل حاجات بشراهه، ما ينفعش ان انا اكل حاجات فيها مواد حافظه تقلل مناعتي. يبقى وقت الكوفيد الطبيعي ان انا باخد خضار وفاكهه عشان الفيتامينات بتاعتي بصوره كبيره، بشرب ميه بصوره كبيره كمان، لانه لقينا انه في سترينز او في انواع من الكوفيد ادت للتجلطات، فاول حاجه بنقولها اشربوا ميه كتير يا جماعه مع الادويه كمان علشان تنضفوا الكلى على طول من الادويه، لانه في كميه ادويه كتير قوي بتتاخد، فننضف الكلى، ننضف الكبد، نحمي الدوره الدمويه من التجلطات، احاول على قد ما اقدر ان انا اكل خضار وفاكهه، الفيتامينات كلها، لو خدت فلفلايه حمراء بس في اليوم هيديني فيتامين سي اللي انا محتاجاه طول اليوم، بدل ما اخد ادويه برضو على عماله على البطال ملهاش لازمه. الفوليك اسيد موجود تقريبا في كل الاكل اللي احنا بناكله، الزنك، اللحمه الحمراء، الاسماك، المحار، الكلام ده كله. يبقى اذا انا احنا وقت الكوفيد المفروض ان احنا نبقى بناكل اكل صحي، فالطبيعي ان ده يؤدي الى نقص او ثبات الوزن. انا اتخنت. هي تخنت بقى طبعا ليه؟ لانه في ناس معتقده انه يعني هو زي اي مرض في الدنيا، لا اشربي شوربه وحطي عليها كونتينر شوربه يا دكتوره في الحاله دي. يا ريت شوربه بس لسان عصفور وشوربه. بص يا دكتور ايهام انا هعترف، انا كنت باكل الاكل الصحي ده بس ما يمنعش جنبه مثلا الكيكه زائد بقى، يعني ما كنتش بحس بطعم حاجه، بس اهو يعني هو في ناس بتخس كمان عشان حاسه الشم والتذوق راحت. ما هو برده جات لي ما حسيتش، ما انا حاله غريبه جدا، انا مش يعني فاهماني. انا شخصيا خسيت. انا مش فاهماني والله. انا خسيت لان انا عهدت نفسي ان انا طول فتره الحجر ابقى باكل اكل صحي، وكل البيت بياكل اكل طبعًا. صحي، ممنوع مقليات، كلها حاجات منزوعه الدسم، فطبعا كنا بناكل طبق الشوربه بس جواه متقطع خضار، الفراخ متشال الجلد بتاعها، حته لحمه حمراء مثلا كل يومين، ممكن اسماك بس يعني كنا بنخاف شويه عشان الحساسيه، خضار وفاكهه طول الوقت وخضار طازه. اذا مفيش مقياس يعني نقدر نقول اللي احنا بنقوله انه طول ما انت بتاكل اكل صحي انت يا هتطلع وزنك هو يا هتطلع خاسس. تمام. بس خاسس لانك بتاكل اكل صحي مش عشان انت منعت الحاجات الغلط. الزياده في الوزن هنبقى عارفين ان احنا طول فتره الكوفيد كنا بناكل اكل غلط وكنا بناكل اكل دسم، فاهمين ان ده هيحمينا وهيحمي المناعه. طيب بعيدا بقى عن الكوفيد، في حياه الشخص العادي السليم المعافى في نوعين من البني ادمين، في نوع رياضي وفي نوع مالوش فيها. ده ايه الغذاء الصحي بالنسبه له وده ايه الغذاء الصحي بالنسبة؟ طبعا في فرق كبير قوي 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 بين اكل الرياضي والاكل العادي. في فرق في السعرات، لما بنيجي نحسب السعرات للشخص العادي انا بحسب معدل الحركه بتاعه، لو هو قاعد مثلا خالص بحسب 1.2 في السعرات اليوميه او البيزك بتاع السعرات اللي هو بياخدها، لحد 1.6 ده اللي هو الشخص اللي ممكن يكون بيلعب رياضه 3 4 مرات في الاسبوع. أوكي. عندي بقى واحد رياضي، لا ده انا عندي زي فاكتور بضربه في السعرات الحراريه بتاعه اليوم، في عدد ساعات التمرين، في بقيه اليوم بتاعه هو حركته عامله ازاي، وبحسب بعد كده السعرات دي في معامل بيبقى لكل رياضه على حده، يعني السباح، سباح السبرنت غير سباح الطويله، اللي بيلعب تنس غير اللي بيلعب سكواش، اللي بيلعب ساعه غير اللي بيلعب 3 ساعات، اللي بيلعب فتنس، يعني كل واحد طبعا وليه حسب الرياضه اللي هو بيلعبها. ببتدي بقى اقسم اليوم بتاعي
انا عندي السعرات العاديه، عندي سعرات قبل وبعد التمرين، عندي اثناء التمرين باخد له مشروب رياضي لازم ياخده اللي هو فيه الاملاح والمعادن والسكريات اللي مطلوب منه ان هو ياخدها اثناء التمرين عشان تمده بالطاقه كمان طول فتره التمرين. يبقى اذا انا عندي سعرات اعلى بكتير من الشخص العادي، وبيعتمد على نوع الرياضه اللي هو بيلعبها. جميل. طيب انا هروح مع اتفضل. لا اتفضل. لا يا فندم والله غير رياضي بس يعني الاجابه منقوصه. الغير رياضي بقى، الغير رياضي سعراته انا بحسبها على حسب معامل الحركه بتاعه، هو قاعد على مكتب بيتحرك حركه بسيطه بيعمل رياضه بسيطه، ده الغير رياضي وسعراته اقل بكتير. بقسم بقى الوجبات بتاعته سواء حسب بقى يومه. واحد ما بيفطرش مثلا، لا طب تعالى بقى مثلا ناخد 3 وجبات في اليوم، ناخد وجبه بسيطه الصبح ونقسم الوجبتين التانيين. باخد 5 وجبات في اليوم للناس اللي بتحب النقنقه. هي السناكس مهمه في النص يعني، السناكس مهمه جدا لانه طبعا بتحسس بالشبع، بتحافظ على مستوى السكر ثابت في الدم طول الوقت. كمان على العشاء في ناس كتير قوي تفضل طول اليوم ما بتاكلش حاجه خالص، وبعدين بالليل بقى لا ده انا عايزه شوكولاته وعايزه اكل اكل مش صحي، فده غلط جدا. ففعلا حتى انا بقول للناس دايما حتى لو انت مش قادر تاكل الصبح، لا كل وجبه فطار صغيره فيها بروتين ونشويات، خد بعدها سناك صغير فاكهه مثلا، خد وجبه الغداء بتاعتك، هتلاقي نفسك بالليل بتاكل وجبه العشاء ويعني وجبه صغيره وانت مبسوط ومفيش اي مشاكل. جميل. نروح بقى ل يعني ملف تاني، وناس كتير جدا كانت باعته بتستفسر تحديدا عن النقطه اللي حصل حضرتك فيها. العمليات اللي بتتعمل علشان الناس تخس المختلفه بانواعها المختلفه، في كتير جدا بيتخنوا بعدها، يعني هي معموله عشان يخسوا بيتخنوا بعدها. فعايزين يعرفوا او يفهموا لحضرتك يعملوا ايه، وده اصلا بيحصل ليه؟ ده كده فشل في العمليه ولا في حاجة؟ خلينا بقى قبل العملية نيجي نتكلم كده شوية. أنا عندي السمنة دي مرض، ولازم الناس تبقى متفقة وعارفة إنه السمنة مرض زيها زي أي مرض في الدنيا. ليه علاج؟ علاجه نمرة واحد هو اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني أنا لازم أغير لازم أغير السلوك بتاعي، سواء سلوك نفسي، سواء يعني عدم النوم مثلا. محدش عارف ان عدم النوم او لخبطه النوم او قلب الليل نهار والنهار ليل، دي من الحاجات اللي ممكن تزود الوزن، دي مش واصله لناس كتير. الاسترس والضغط النفسي والاعصاب المشدوده على طول من الحاجات اللي ممكن تزود الوزن. يبقى انا اول حاجه بعمل لايف ستايل موديفيكيشن. نمره 2 طبعا بعالج اي سبب من اسباب المؤدي للسمنه، ممكن تكون اسباب مرضيه زي مثلا ضعف الغده الدرقيه، زي مثلا ارتفاع الكورتيزول، زي مثلا ادويه ممكن تتاخد زي مضادات الاكتئاب. بس عدم قطع كلام حضرتك، هل العامل الوراثي برضو بيعتبر شيء؟ العامل الوراثي ده ما يتعالجش؟ لا العامل الوراثي موجود بس بيساهم بنسبه قد ايه؟ 10%. ال10% دول ولا حاجة. لو أنا طالعة عارفة إن أنا عندي الجين ده وإن أنا وراثيا ممكن أتخن، أنا هحافظ على نفسي وألعب رياضة. ومن الأول بقى أطلع الطفل، الأم تطلع الطفل ده خايفة عليه، بتلعبه الرياضة، بياكل أكل صحي، لأنه بيبقى عنده قابلية أكتر من الشخص العادي إن هو يتخن. صحيح. طيب عملت لايف ستايل موديفيكيشن، عالجت الأمراض، لعب رياضة، رياضة معقولة يعني اللي يقدر يتحملها. في علاج دوائي دلوقتي الحمد لله في مصر في دوايين مصرح باستخدامهم للسمنه. بعد كده لا ادخل في العمليات حقيقي. طب ماشي بعد الهوا. بص الفرحه اللي فرحتها. يعني وشها نور. مره دكتور تغذيه يقول اوكي خدوا دواء يعني ماشي. ما هو برده طبعا تحت اشراف الطبيب يعني لازم نبقى فاهمين. ايوه انا فاهمه يعني ما مش هنقول روشتات على الهوا دلوقتي. يعني الواحد يمشي في المرحلتين دول الاول بعديها يفكر في العمليه. انا ليه بقى انا جايه بقى عشان اجاوب السؤال بتاع التخن بعد العمليه. ايوه احنا خلصنا كل دول وخلاص قررنا ان احنا نعمل عمليه، مفيش فايده، هنعمل عمليه. اوكي. العمليه دي لازم الدكتور اللي بيعمل العمليه ياخد منك هيستوري او تحليل للاكل بتاعك وطريقه الاكل بتاعك قبل ما يحدد نوع العمليه. يعني ما ينفعش اروح للدكتور اقول له دكتور انا جايه لك وعايز اعمل سليف، عايز اعمل تكميم. طب افرضي ان انت اللايف ستايل بتاعك مش يعني ما ينفعش مع التكميم. انا باكل حلويات طول الوقت. طب مش هينفع مع التكميم، التكميم يعني بيصغر حجم المعده. يعني ايه؟ يعني انا باكل وجبات كبيره وتقيله مره واحده، او باكل كذا وجبه كبيره مش بلقط.
لانه انا حجم المعده هيصغر فانا هصغر كميه الاكل اللي انا باكلها. واحد تاني بيلقط، هل ينفع ان هو مع حجم المعده اللي هو الصغر ده هل ده هيبطل تلقيط؟ مش هيبطل تلقيط، لانه هو في الاخر هما بيملاش معدته، هو قاعد طول النهار بيملى بقه بس بياكل نقنقه. يبقى اذا ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هو اول سنتين بينزل جامد جدا في الوزن، واسمها الهاني مون بتاع العمليه، نزل في الوزن كتير جدا وزي الفل. سنه سنه ونص سنتين، هي دي بقى بعد السنتين دول بنبدا بقى ايه يرجع الناس للدكاتره بتاعه التغذيه. بدات تعمل ايه؟ هو مش قادر ياكل كميه البورشن بتاعه الاكل، مش قادر ياكل مثلا فراخ ولحمه كويس، مش قادر ياكل مثلا طبق على بعضه، مش قادر، لا ده انا اللحمه بتوجع لي بطني، لا ده انا ما بقدرش ابلع كتير، ما اقدرش اكل مثلا نشويات مع بروتين. طب اللي عنده بس يعمل ايه بقى؟ الشخص اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده بناء على ايه بقى؟ عنده سمنه وعايز يعمل لا ما بعد العمليه بقى كده، ده بعد العمليه. على بعد العمليه انا يعني بكلم السنتين بقى اللي بعد العمليه. بدأ بقى بعد العملية دي هو مش قادر ياكل أكله كامل زي ما قلت، فبياخد الطاقة بتاعته من عصاير، بياخد الطاقة بتاعته من الشوكولاتات، بياخد الطاقة بتاعته من حاجات سهلة البلع وبتعدي، وفي نفس الوقت هي بترجع تاني الدهون بمنتهى السهولة، وبالتالي هو مش هيرجع تاني وسهل جدا، واللي كان على مشارف السكر هيرجع تاني للسكر، واللي كان عنده كوليسترول هيرجع تاني للكوليسترول. على ذكر العمليات، ايه اللي بيفرق؟ يعني مثلا الشخص ده محتاج يعمل تكميم، الشخص ده محتاج يعمل حاجه اسمها تحويل مسار، حضرتك ادرى مني طبعا، او شفط او كذا، يعني بناء على ايه؟ طبقا لوزنه ولا طبقا لنمط حياته ولا الشفط دي عمليه تجميل، دي عملية تجميل، أنا بجمل حاجة من بره، بنحت من بره، فده ملهاش دعوة مش ملهاش، ده ملهاش علاقة بمسمى عمليات التخسيس. أوكي. طبعا عمليات التخسيس في كذا نوع، التكميم، التدبيس ده يعني خلص خلاص، تحويل المسار، في تحويل المسار منه أنواع كتير، بس على حسب اللايف ستايل، يعني هو بياكل مثلا سكريات كتير ومش قادر يبطل بيرمرم، ده المفروض يعمل تحويل مسار. في واحد تاني لا ده انا باكل كميه كبيره او وجبه كبيره، لا ده انا ممكن ابقى يعني بعمل عمليه تكميم. يبقى اذا من الاول اللي انا بقول عليه انه لازم يبقى فيه كلام واقعي، انا اسلوب حياتي ايه؟ اسلوب حياتي كذا كذا كذا، يبقى انت هينفع لك العمليه دي. اسلوب حياتي لا ده انا باكل ورمرم طول الوقت، يبقى انت هينفع لك العمليه دي. بعد كده لازم المتابعه، اوعوا تفتكروا انه حد عمل عمليه ان هو مش هيتابع، لا ده هو لازم يتابع مع الدكتور، لازم يبقى فيه دكتور مسؤول عنه. ليه؟ لانه هيفقد فيتامينات ومعادن، خصوصا عمليه تحويل المسار. هيبقى فيه مشاكل، مش هيبقى عنده طاقه او مجهود، هيفقد كتله عضليه كبيره جدا، وده كمان كتير بنشوفهم عملوا عمليات وبدا وشهم يبقى شاحب وبداوا يبقوا اكنهم معجزين او تعبانين. صح، انا بشوفها جدا على الصحة. ده لانهم فقدوا كتله عضليه كبيره جدا مع كتله الدهون، وده برضو بيقلل الحرق بتاعهم. فمتخيلة ان انا كمان يعني انا عملت عملية قللت الحرق بتاعي جدا بصورة كبيرة. في الاول بيخسوا، لكن انت عارف حاجة يا دكتور لاحظتها غريبة جدا بقى، يعني انا عندي صحابي كذا حد عامل منهم العمليات دي، الولاد وحشوا، البنات احلووا، فانا مش عارفة ايه اللي فكرة، بس فعلا يعني البنات احلووا جدا ومش باين عليهم المرض. كل الولاد اللي اعرفهم اصدقاء ليا عملوا العمليات دي وحشوا جدا، لان طبيعه الولاد ان هو يكون ماسكولر، فكون ان هو يفقد كتله عضليه ممكن. فده اكيد ممكن. هيغير من شكله ممكن. لكن البنات اوريدي بيبقى الوش كبير شويه، بتبقى هي حاسه ان هي اكبر من سنها، فبتبتدي تصغر، بتبتدي اصلا تاخد بالها من نفسها اكتر وتلبس احسن وكده، فاكيد هتحلو. هو احنا ليه حظنا قليل معانا؟ حظنا قليل، غلابه غلابه، مش بتظبط معانا الحاجات دي. لا 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 مش مهم، مش لازم والله عمليات يا جماعه، والله في انا قلت 3 ستابس قبل ما نعمل العمليه. اصلا العمليات المسميات بتاعتها تخوف، تخوف فعلا. أيوة تدبيس وتكميم وتحويل مسار. ايوه طبعا اكيد. هو بالمناسبه تحويل مسار من فين لفين؟ عشان انا برضو مش فاهم القصه. لا يعني هو بيخلي الـ تقريبا الاكل بينزل على طول على الامعاء ويخرج على طول، فهو طبعا هي الفكره كلها انه العمليه شديده طبعا، هي من العمليات الشديده جدا تحويل المسار. والله العظيم ما كنت اعرف، ودايما العنوان والاسم ده ملفت للنظر، يعني ما هو هو مسار الاكل الطبيعي. أوكي. هو البلعوم ثم المعده. أوكي. ثم الامعاء الدقيقه ثم الامعاء الغليظه، فده الطبيعي، ده المسار الطبيعي. ده بقى فاحنا بقى هنعمل شورت كات بالظبط. اوكي،
تمام. وبيبتدي بقى يعني بيركب حتت على حتت بحيث انه يعني بنحول المسار ده خالص، بنغير المسار. قوي قوي. مش عارف الناس بتقبل على الحاجات دي ازاي. والله انا احنا ربنا خلقنا على حاجه مفروض جسمنا يفضل عليها، واي لخبطه في الحاجه دي اكيد جسمنا هيخسر مش هيكسب. حتى لو السكر نزل والكوليسترول نزل وكل الكلام ده، بس برضو اكيد خسرنا حاجات تانية. طيب الوقت بيجري، انا وكريم هنسال حضرتك يعني في النهايه عن لو تقول لنا مش ريجيم كويس، تقول لنا بعض الوصفات اللي ممكن من خلالها تدينا طاقه، سواء حاجه نشربها او ناكلها، وفي نفس الوقت ما تزودش الكالوريز فما تبقاش بتخن. مش هقول بتخسس، لو في بقى يا ريت، بس على الاقل ما تخنش وتدينا طاقه. يعني ممكن مثلا احنا دايما بنقول ناكل اكل متوازن، يعني لازم يكون في مجموعه النشويات، واخد اللي هي البليله او اخد الشوفان او الحبوب الكامله. طبعا البليله من الحاجات الغنيه جدا بالمعادن وفيتامينات وفيها الياف، بتشبع جدا، فوجبه البليله دي جميله جدا. وجبه الفول مثلا لو انا فطرت بيها الصبح، انا اكيد هبقى عارفه ان انا هقعد فتره طويله مش هبقى جعانه. بس مش ممكن فول بعيش بقى حتى وجبه الفول لوحدها بالشوكه كده، او بعيش بكميه قليله هتشبع جدا. يعني طيب احنا قاعدين في الشغل بقى وعايزين حاجه تدينا طاقه، فول ايه اللي بشوكه يا دكتوره؟ ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ لا يعني انا ما بقولش فين الجرجير اللي برمي على الترابيزه والبصل ابو خل. لا لا حضرتك اصلا تاكل رغيفين عيش وانت بتاكل. انا في امان بالظبط. لكن اللي انا بتكلم فيه انه احنا عايزين نظبط اكلنا، وعايزين نحس بالشبع فترات طويله. طيب انا ممكن مثلا نضرب زبادي مع فاكهه ونحطه مثلا في الثلاجه شويه، ويبقى وجبه مغذيه وفي نفس الوقت كمان تبقى حاجه ساقعه نشربها وتدينا طاقه. طبعا مكسرات، الفول السوداني، اللوز، دي بقى هي تبقى سناكس في النص. بالظبط، ممكن ناخدها، دي هتساعد على التركيز وهتديني اوميجا وهتحافظ على الكوليسترول. فكل الكلام ده ممكن تكون حاجات صغيره قوي اخدها معايا في الشغل. فاكهه طبعا، ثمره فاكهه او ثمرتين. والله بعمل كده بيقعد يتريق عليا. لا ليه؟ تدخل علينا بسلايسز جزر وخيار. طب ما هي جميله وتاكل اكل صحي وتعزب عليها بتحسسني ان انا سلحفه. اقسم بالله ليه ما تاكل اكل صحي؟ ده احنا لسه بنتكلم على الفول وفوائد وحلاوه. ايوه خلاص. فول وطعميه لحضرتك وهي هتاكل الجزر يعني نقدر نقول باختصار ان الاعتدال مطلوب في كل الاحوال. لازم، ولازم نبقى واكلين اكل متوازن، ما اعتمدش على حاجه واحده او حاجتين، زي مثلا انواع دايت كتير عارفينها دلوقتي، لان ده اكيد هياثر على الصحه العامه بعد فتره. طيب نورتيني يا دكتور بجد، وحضرتك اول ما دخلتي عجبك الفيو بتاعنا، يعني برضه احنا مش اي حاجه يا جماعه. بجد انا مستمتعه قوي وزعلانه ان انا هقوم دلوقتي. المنظر جميل. وتقولي ليه؟ ما احنا قاعدين مع بعضينا يا دكتوره دلوقتي، هيتضمن لنا ضيف عزيز وهنتكلم وناخد وندي في ماتش الاهلي والترجي. نورتينا وصباح الفل على حضرتك. ميرسي جدا. اهلا بيكي. بس هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.